سابع. تعال جاء. شاطر. قعد. سلم. سلم. شاطر. تحت. سابع. 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 عجلك. شاطر. قعد. سلم. سلم يلا. خد. سلم. اقعد بقى. سلم. فوق. تعال. اقعد. سلم. شاطر. سلم. سلم. سلم يلا. ها. شاطر. تحت. تحت. سابت. سابت. يلا تعالى. شاطر. جاك. قعد. تعالى. شاطر. برافو. خد. قعد. سلم. شاطر. تحت. ثابت. لا. ايه. تحت. 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 ثابت. تعالى. شاطر. قعد. سلم. 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 شاطر. سلم. 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 يلا سلم. شاطر. سلم. سلم يلا. برافو. سلم. سلم جاك. ها. سلم يلا. برافو. برافو. شاطي. سلم تاني. لا. سلم. 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 تعال. اقعد. سلم. سلم. يلا سلم. برافو. برافو. سلم. شاطي. تاني. سلم. سلم. مفيش. سلم. تعال. اقعد. سلم. سلم. شاطي. سلم. شاطي. اقعد. يلا سلم. سلم. ها. سلم. شاطي. ثابت. سابق. سلم. يلا كده. قعد. سلم. شاطي. تحت. تحت. برافو. سابق. لا. سابق. تحت. تحت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعه النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وكان حد سالنا على اليوتيوب في كومنت وقال كابتن ابو نور عندي كلبه حصل عندها خراج وللاسف ان ما شافش الخراج ده، تمام، وطبعا الخراج ده فتح لوحده، يعني هو استوى وخلص خالص وبدا ان هو يفتح لوحده، فتح بس فتح بقى بمساحة كبيرة شوية، يعني مش بالفتحة اللي احنا بنفتحها والحاجات دي كلها. طبعا ده يا جماعة دي حاجة لازم تحصل، الخراج لما بيستوي ويجي يفتح بيفتح بطبقة جلد كبيرة جدا، لان نسبة الصديد والحاجات اللي تحت الجلد دي طبعا بتكون واخدة مساحة اكبر من اللي انت فتحه. لما بتيجي انت تفتح خراج بتفتح مساحة صغيرة ولو سنتي او سنتي ونص صغير كده، تمام، علشان يحصل تصفية للمكان ده وتقدر تنظف الخراج منه والحاجات دي كلها. لكن لما الخراج بيفتح لوحده بيفتح بطريقة اكبر وبشكل اكبر، وطبعا بطريقة بتكون رهيبة في الكلب. المهم ما علينا، خلاص هو الخراج فتح لوحده خلاص وده اللي حصل، ودلوقتي المطلوب ان احنا نقول العلاج اللي هو البشري اللي هو مناسب، لان مفيش صيدليات بيطرية كمان قريب من الشخص ده. العلاج البشري علاج سهل جدا. اول حاجه بنستعمل حاجتين، يا اما البتادين يا اما الجنتيانا الزرقاء. انا بنفضل عندي في شغلي الجنتيانا الزرقاء، لان الجنتيانا الزرقاء بتكون اسرع شيء ينشف او يطهر مكان الجروح، تمام. الحاجه الثانيه يعني لو احنا اللي فاتحين بنفسنا بنستعمل البتادين بيكون افضل، عشان البتادين ما بينشفش بسرعه. لو الخراج فتح لوحده يبقى انت هتحتاج جنتيانا عشان تبدا تلم المكان ده بسرعه، يعني تنظف وتلم المكان بسرعه، تمام، يعني هتحتاج ان انت تنشف. فجنتيانا الزرقاء اللي عرفته عنها ان هي بتساعد على ان نشفان الجرح بسرعه، غير كده بتساعد على ان الشعر يطلع بسرعه. طبعا الحاجات دي كلها بتكون يعني ده اللي انا جربته بالجنتيانا الزرقاء، وكل الناس عارفين الجنتيانا الزرقاء او المس الازرق او الحاجات دي، ده بينباع في الصيدليات البشري. لازم بقى مع الحاجات دي مضاد حيوي، مضاد حيوي اللي مفعوله كويس وبيلم الجروح بسرعه. في عندك اوجمانتين، في عندك يونيكتام 375، في الحاجات دي كلها. انا عن نفسي بنستعمل اليونيكتام 375 لما بيكون في عندي جرح، في عندي حاجه زي كده في كلب، بنستعمل اليونيكتام 375، ده بيجيب معايا نتيجه كويسه جدا. فكل ما عليك ان انت هتروح الصيدليه البشري هتجيب جنتيانا زرقاء، تمام، وهتبدا ان انت تدهن للكلب مرتين في اليوم بالجنتيانا دي المكان ده، تمام، او بخ او رشه او اي حاجه، بس تكون مس الازرق الجنتيانا الزرقاء دي، تمام. وبعد كده هتبدا ان انت تجيب برشام مضاد حيوي وتدي في اليوم حبيتين. لو جبت يونيكتام 375 ده بتالي الشريط العلبه بتعملها في حدود 40 جنيه حاجه في الحدود دي كده، تمام، تقريبيا يعني. هتدي كل يوم حبيتين، حبه الصبح حبه بالليل لمده 5 ايام. طبعا هو ده العلاج البشري الوحيد اللي انت ممكن تتعامل بيه، وساعات بيكون فيه مضادات حيويه احسن، بس انا بنقول لك على اللي انا مجربه شخصيا. يا رب تكونوا استفدت في الحلقه دي، تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس الجميله. وطبعا كمان وريناكم في اول الحلقه جاك في تدريباته بعد ما كان مهايبر جدا، الحمد لله وصلت معاه لمرحله كويسه ان هو بدا يتقبل الاوامر وينفذ بعد ما كان بيتنطط ويهايبر. وده الكلب اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو بيلحس كتير والحاجات دي، لو لاحظنا عليه طول الفيديو ما كانش فيه اي عمليه لحس ولا كلام من ده. تحياتي لكم جميعا، واحلى مساء عليكم.